سالوني في اليوم غادي نديرو اون فيديو تيوتو باش نوريكم كيفاش صوب داك لا غلاس احسن غلاس في ميزون فاني وشوكولا. الوغ لي زانغريديون شنو هما؟ عندنا هنايا 4 ديال المعالق كبار ديال السكر، عندنا دانون فاني ومعاه فلان فاني، دانيت شوكولا، فلان شوكولا، جوج باكيات ديال نيدو ديال شحال ديال 60 غرام، وباكيه ديال شانتي ايديال، ونص سيترو ديال الحليب. يلا بقاو معايا اذا بغيتو تشوفوا الفيديو. دابا غادي نكبو عليه نص سيترو ديال الحليب و غادي نزيدو عليه لا كريم شانتيي. مور ما كنطربو لا شانتيي والحليب والسكر، كنزيدو عليهم لي دو ساشي ديال نيدو. دابا كنقسمو لاباط على جوج باش كل وحده نديرو فيها سوا شوكولا سوا فاني، وداك الساعه يمكن لكم كل واحد يختار لو بارفان اللي بغا يدير في لا غلاس ديالو. الا درتو باغ اكزومبل، نعطيكم ان اكزومبل، درتو كراميل خدو ديرو ان فلون كراميل وديرو معاه دانيت كراميل ولا ان تروك بحال هكا. المهم نتوما اللي بغيتو شوفو لي قول لي كتبغيو وديروهم. باقي يمكن شويه. دابا غادي نديرو دانون فاني و لو فلون فاني. دابا زدت الساشي ديال الفاني و غادي نخلطو كلشي. دابا غادي نزيدو الفلان بالشكلاط، أو غادي نزيدو عليه دانيت شوكولا. دابا جبنا واحد لو مول، هذا مول ديال لاطارت، ولكن يمكن لكم ديروه في اي حاجه بغيتو، طاسه ولا شي حاجه، وكنكبو فيه لا موتي ديال الشكلاط. دابا غادي نخشيوها في الكونجيلاتور واحد الساعه باش نزيدو عليها لا موتي الاخرى ديال لافاني. فوالا مور ما خليناها واحد الساعه في الثلاجه زعما في كونجيلاتور، غادي نكبو عليها لا موتي الاخرى ديال لافاني. ودابا غادي ندخلوها للكونجيلاتور باش تجمد، ويمكن لكم تاكلوها لا غد ليه، سينو واحد تتسنى واحد 6 سوايع ولا 7.